بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم. يسعدني أن أشارككم هذه الدروس في الفيزياء، وخاصة دروس ميكانيك النقطة المادية. ها نحن في الجزء الثاني للحركات في الفضاء، ونتطرق فيه إلى حل بعض التمارين. التمرين الأول: حركة نقطة مادية M معرفة في الإحداثية الأسطوانية بمركبتي شعاع الموضع OM والزاوية القطبية تيتا، حيث OM تساوي A يورو زائد BT ك، تيتا تساوي CT مربع، علما أن ABC ثوابت موجبة. أحسب السرعة والتسارع بدالة الزمن، أحسب نصف قطر الانحناء. النص باللغة الفرنسية: Je rappelle que les cours en français sont disponibles sur cette même chaîne. هنا لابد من الإشارة إلى أن A لا ترمز إلى التسارع، وإنما هي ثابت، إذا حذاري من الخطأ. الحل: مطلوب منا حساب السرعة، نعرف أن السرعة نتوصل إليها باشتقاق شعاع الموضع. إذن إذا قمت باشتقاق شعاع الموضع الذي أعطي لي بالنسبة للزمن بالطبع، أي هذه العبارة، سأحصل على السرعة. إذن مشتق أ يورو أ ثابت، إذن مشتق أ يورو هو يورو نقطة أو دي يورو على الدي تي، زائد مشتق بي تي اللي هو بي، بينما ك أو إي زاد هو شعاع الواحدة هو الثابت في الإحداثيات الأسطوانية، يزاد ثابت، إذن مشتقاته تساوي صفر. ولكن هنا يلزمني استبدال دي يورو على دي تي، لأن من غير المقبول التعبير عن شعاع السرعة بدلالة مشتق شعاع يورو، ولهذا عرفنا وبرهنا أن يورو نقطة معناه مشتق يورو بالنسبة للزمان يساوي U تيتا في تيتا نقطة، وعليه فإن شعاع V يساوي A تيتا نقطة U تيتا زائد بيكا تيتا نقطة. أستطيع الحصول عليها من هنا، مادام تيتا هي السي تي مربع، مشتقاتها بالنسبة للزمان هي 2 سي تي، ها هي. إذن V يساوي في النهاية 2 A سي، وهي مشتقة 2 A سي تي، وهي مشتقة سي تي مربع، 2 سي تي هي مشتق تيتا في A، إذن هي 2 A سي تي U تيتا زائد بيكا. ها أنا قد وجدت شعاع السرعة. أما طويلته أو شدته أو معياره فهو هذا مربع زائد B مربع، ها هي النتيجة النهائية. ونمر مباشرة إلى حساب شعاع التسارع كذلك بالاشتقاق. لاحظ هنا أنني اخترت حرف غير الحرف A الذي اعتدنا عليه في التسارع، اخترت جاما، ما دام هنا A جاما في هذا التمرين هو التسارع، هو ثابت موجب. إذن جاما شعاع يساوي مشتق شعاع السرعة بالنسبة للزمن، أي مشتق العبارة التي وجدناها منذ لحظات، وعليه فإن جاما تساوي 2 A سي ثابت، ويبقى لي بين القوسين تي يو تيتا. أما مشتق بيكا فهو يساوي صفر، لأن بيكا هو ثابت، إذا المشتق الوحيد هو مشتق الحد الأول. إذا مشتق تي يو تيتا بالنسبة للزمان، مشتق تي يو تيتا أقوم باشتقاق تي، إذا هو واحد في يو تيتا، ثم أقوم باشتقاق يو تيتا في تي، معناه يو تيتا بوان في تي، وها هو. هنا كذلك نفس الإشكال، عندي مشتق شعاع الواحدة، أعرف أنه يساوي، وجدناه سابقا، أنه يساوي ناقص يورو في تيتا نقطة. إذا احترت في هذه الأمور فما عليك إلا الرجوع للدرس المناسب الذي نبرهن فيه على هذه الصيغ. جاما إذن تساوي 2 أسي في يو تيتا ناقص تي تيتا نقطة يورو، ما علي إلا اشتقاق تيتا نقطة وتنظيم المعادلة،
لأحصل في النهاية على جاما تساوي 2 أسي في ناقص 2 سي تي أس 2 في يورو زائد أو تيتا، أي أن هنا التسارع له مركبتان بدلالة يورو وبدلالة أو تيتا. شدته إذا ما عليك إلا استنتاج شدة شعاع كما تفعل بالنسبة لأي شعاع، وستجد 2 أسي جذر تربيع 4 سي مربع تي أس 4 زائد 1. أنصحكم بالقيام بالحسابات هذه الحرفية. حساب نصف قطر الانحناء أو التقوس مباشرة إلى الصيغة المشهورة، معناه أن نصف قطر الانحناء أو التقوس يساوي مربع شدة السرعة على شدة التسارع الناضبي، وعليه عندي شدة في قمت بحسابها منذ قليل ينقصني جاما ان. جاما ان سأستخرجها من هذا القانون، مربع تسارع الحركة يساوي مربع التسارع المماسي زائد مربع التسارع الناضبي، وعليه أقوم باشتقاق جاما في بالنسبة للزمان شدة في، سأحصل على هذه العبارة بالنسبة لجاما تي. إذا قم بالحساب هنا كذلك، لا تستهون به، هذه الحسابات ضرورية ويجب أن تتعود عليها. وعليه فإن جاما ومنه فإن جاما ان تساوي جاما مربع ناقص جاما تي مربع تحت الجذر. إذا جاما ان بعد أن أرجع وأخذ عبارة جاما التي وجدناها، ثم عبارة جاما تي مربع ومربع والفرق بينهما تحت الجذر، هنا كذلك هذه العبارة نحصل عليها بعد المرور من مراحل حسابات جبرية متتالية. ومن هنا نستخرج نصف قطر الانحناء وهو في اللحظة تي لأنه يتعلق بالزمن، مربع الزمان يتعلق بالزمان، وجاما ان تتعلق بالزمان، إذن ار يتغير بتغير الزمان. إذن ار يساوي هذه العبارة الطويلة. كيف حصلنا عليها؟ بعد بالحسابات الجبرية، وفي بعض الأحيان تكون متعبة ولكنها مفيدة لرياضة الذهن، لهذا بالطبع نقوم بالرياضيات والفيزياء هي رياضة للفكر والذهن. ومنه فإن حذاري أن تقع كذلك في الخطأ، دائما أريد أن أذكر بهذا لأنني لاحظت أن كثير من الطلبة يخلطون بين تسارع الحركة والتسارع المماسي، هما مشتق السرعة بالنسبة للزمن، ولكن الأول مشتق شعاع السرعة والثاني مشتق شدة السرعة. حذاري. التمرين الثاني، تعطى المعادلات لحركة نقطة مادية ان في المعلم او اي جي كا ديكارتي، حيث سي و بي ثابتان موجبان، اوجد السرعة والتسارع وطويلتيهما. ما هي معادلة المسار للنقطة ام التي تمثل المسقط العمودي للنقطة ام المتحركة على المستوي اكس او ايغريك؟ النص بالفرنسية. والحل، شعاع السرعة يجب أن نقوم باشتقاق شعاع الموضع، يا إما أقوم باشتقاق هذه الإحداثيات فأحصل على VX VY وVZ وأجمعها، يا إما من هنا استنتج شعاع الموضع وأقوم باشتقاقه بالنسبة للزمان، علما أن في المعلم ديكارتي E وG وK ثوابت. إذن أي طريقة تختارها فإن النتيجة واحدة، إذا قمت باشتقاق هذه مباشرة ستحصل على نفس النتيجة التي تحصل عليها بهذه الطريقة، ستحصل على V يساوي BT بعدما تشتق نصف BT مربع زائد C في G زائد 3 BT اللي هي مشتق 3 على 2 BT مربع بالنسبة للزمان K. هذا هو شعاع السرعة. أما طويلته BT مربع زائد C مربع زائد 3 BT الكل مربع يعطيني 10 B مربع T مربع زائد C مربع. نواصل الاشتقاق لنحصل على شعاع التسارع. بعد ما تقوم باشتقاق هذه العبارة ستحصل على A تساوي BE زائد 0 G
زائد 3 ب ك. إذن التسارع كما تلاحظ يساوي شعاع ثابت، لأن ب ثابت، إي ثابت، وك ثابت. إذن شعاع التسارع هنا ثابت، طويلته تكون عدد، ينقصنا هنا فقط التطبيقات العددية، والتطبيقات العددية بالطبع هي أسهل بكثير من الحسابات الحرفية هذه. عندما تجد العلاقة الحرفية ما عليك إلا في سطر تقوم بالتطبيق العددي بآلتك الحاسبة، بينما هذه الحسابات الحرفية لا يمكن أن تعطى لك من قبل، لا تعطيها لك الآلة الحاسبة. إذن يجب أن تتمرن على هذه الحسابات الطويلة وتكون شاقة، ولكن مفتاحها المواظبة والصبر. معادلة مسار أم، نحذف الزمن ما بين المعادلتين الزمنيتين، ولكن هنا أي معادلتين؟ عندي ثلاث معادلات زمنية كلها توابع زمنية. هل سأخذ زاد وإيكراك، أم إيكراك وإكس، أم إكس وزاد؟ هنا أرجع للنص وقرأ جيدا جيدا ما يقال لك. يقال لك أن أم هي مسقط النقطة المتحركة في الفضاء أم، ولكن هذه النقطة أم تتحرك في المستوي أو إكس أو إيكراك، أو إكس أو إيكراك. معناه نأخذ معادلتين زمنيتين هاتين إكس وإيكراك وأحذف الزمن ما بينهما كالتالي. إذن من إكس استخرج تي وأعوضه في إيكراك فأحصل على معادلة المسار. التمرين الثالث والأخير، في جملة الإحداثية الكروية تتحرك نقطة مادية أم على سطح كرة نصف قطرها آر. إذن عليك أن تتخيل نقطة مادية تتحرك على سطح كرة. إحداثيتاها الكرويتان هما تيتا، ولاحظ هنا أن يدققون ويعطوك أن تيتا هي الزاوية بين أو زد وأو أم. كان بالإمكان أن تعطى لك، أن يعطى لك هنا حرف آخر، إذن لا تحفظ الحروف. يساوي بي على 6 راديان ثابت، إذن تيتا ثابت، وفي تساوي أوميجا تي مربع مع أوميجا ثابت موجب. انطلاقا من عبارة شعاع الموضع في الإحداثية الكروية، أوجد السرعة والتسارع لهذه النقطة في القاعدة يو آر يو في ويو تيتا، ثم احسب طويلتيهما، استنتج تسارع الناظمي. انطلاقا هذه المرة من عبارة شعاع الموضع بالإحداثية الديكارتية إي جي كا، ما هو مسار النقطة أم، علما أن زد تساوي جذر 3 على 2 آر. مثل المسار كيفيا وليس كميا. ب، ما طبيعة حركة النقطة أم؟ النص باللغة الفرنسية. الحل، شعاع الموضع بالإحداثية الكروية يكتب هكذا بأبسط صيغة R U R، نقوم باشتقاقه لنحصل على السرعة في نفس الجملة. ما هي مشتقة R U R؟ علما أن R تابع للزمن و U R تابع للزمن. إذن R نقطة U R زائد R U R نقطة، تعودنا على هذه الاشتقاقات. R تساوي ثابت، كيف عرفت أن R شعاع الموضع يساوي ثابت؟ لأن قيل لي في النص بصراحة أن النقطة المادية تتحرك على سطح كرة، مادام هي على سطح الكرة هي دائما تقع مهما كان في أي لحظة، هي تقع على نفس المسافة من مركز الكرة، ولهذا R يساوي ثابت، معناه المشتقة تساوي صفر. ها أنا أتخلص من الحد الأول هذا، يبقى لي الحد الثاني، عندي UR نقطة. UR نقطة، ارجع إلى الدرس أو إلى درس الإحداثيات، ستجد أننا برهنا على أن مشتق UR يساوي هذه العبارة. تيتا تساوي ثابت لأنها بي على 6 راديان، مشتقتها تساوي صفر. في تساوي أوميجا تي من النص، ولكن في نقطة تساوي 2 سي تي مشتقة. انطلاقا من أو بعد كل هذه، أخذ بعين الاعتبار كل هذه المعادلات، نحصل على شعاع في بعد أن نعوض R بقيمته اللي هي R كبيرة وهو ثابت، ونعوض UR نقطة بهذه العبارة، ونستبدل تيتا نقطة
بصفر، إذا هذا الحد يذهب، ماذا يبقى لي؟ يبقى لي في نقطة سينوس تيتا إفي، في نقطة ها هي، ولهذا عندنا في النهاية R أوميغا تي إفي، ها كلها هذا ما بقي لي، أما الباقي اختفى. طويلة شعاع السرعة V يساوي R أوميغا تي. شعاع التسارع بنفس الإحداثيات، إذا V عندي R أوميغا تي في، عندي A تساوي مشتق شعاع السرعة، إذا ما علي إلا اشتقاق هذه العبارة سأحصل، ولكن هذه العبارة فيها تي متغير و في متغير، إذا مشتق V يساوي R أوميغا في في مشتق تي اللي هو واحد، زائد R أوميغا تي في U في نقطة مشتق U في. هنا كذلك هذه العبارة برهنا عليها في درس الإحداثيات وعرفناها، برهنا عليها برهان قاطع. إذن من هنا من كل هذه المعادلات سأحصل على A تساوي R أوميغا U في ناقص R أوميغا تي في نقطة بين قوسين سينوس تيتا U R كوسينوس تيتا U تيتا. لاحظ هنا أن في النهاية A بعد أن تنظم هذه المعادلة تنشرها تنظمها وتقوم بالتعميل معناها لفاكتوريزاسيون ستجد أن A تساوي هذه العبارة. لاحظ أن A هنا لها ثلاث مركبات بالإحداثيات الكروية U R U تيتا و U في، أما طويلتها فهي في النهاية تحصل عليها R أوميغا جذر التربيع ل 4 أوميغا مربع T مربع زائد 1. التسارع الناظمي، التسارع الناظمي نستنتجه من هذه العبارة، إذن وحذاري أن تذهب إلى هذه العبارة مباشرة. لماذا؟ لأن إذا استعملت هذه الصيغة فإنك تقبل أن R هو نصف قطر الانحناء، وهذا غير صحيح لأن R هنا يمثل نصف قطر الكرة، مادام R يساوي نصف قطر الكرة إذن هو ليس نصف قطر الانحناء أو التقوس، هو شيء آخر. AT لإيجاد AN يجب أن تكون عندي A وهذا ما وجدته، ولازم تكون عندي AT، ولكن AT هي مشتق شدة السرعة بالنسبة للزمن اللي هي R أوميغا، بينما A مربع يساوي R مربع أوميغا مربع، هذا ما وجدناه. إذن لما نعود هنا ونعوض سأجد أن AN قبل ذلك ملاحظة يكون من الخطأ، لما نعود إلى هذه الصيغة ونعوض A بقيمتها الحرفية و A T بقيمتها الحرفية ونقوم بعملية الطرح ستصل إلى أن AN تساوي 2 R أوميغا مربع T مربع. جرب هذه الصيغة وستجد قيمة مختلفة تماما على هذه النتيجة، هذه لا تستعمل هنا، ولهذا قمت بهذه الملاحظة. يكون من الخطأ استنتاج التسارع الناظمي من القانون AN يساوي V مربع على R، لأن R هنا ليست بنصف قطر الانحناء للنقطة M وإنما نصف قطر الكرة، يتبين في الشكل الذي سيظهر لكم بعد حين أن نصف قطر الانحناء هو R على 2 وليس R. مسار النقطة المتحركة، مادام هذه النقطة تتحرك على نفس الارتفاع، لماذا؟ لما أعطوني زاد يساوي جذر 3 على 2 R، معنى هذه النقطة المادية تتحرك على سطح الكرة ولكن على ارتفاع جذر 2 على 3 R من مركز الإحداثيات ديكارتية، إذن هي تدور على الكرة ولكن على نفس الارتفاع، ما الذي يتغير؟ X و Y. إذن إذا كتبت المعادلة العامة للدائرة في الفضاء فإنها X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع تساوي R مربع، مادام عندي Z ثابت وعوضه أحصل على معادلة الدائرة في مستوي،
وهي إكس مربع زائد إيكغريك مربع تساوي واحد ربع على آر مربع، معناه هذا آر مربع ناقص جذر 3 على 2 آر واحد المقامات إلى آخره، يبقى لي واحد على 4 آر مربع. الشكل هذا يبين لك كل شيء. هذه هي الكرة، نصف قطرها آر، والمحاور ثلاثة للإحداثيات أو للمعلم ديكارتي. نستنتج من هذا أن النقطة M كما قلنا ترسم دائرة على نفس الارتفاع من O، ومركزها O فتحة، ها هي. إذن على ارتفاع جذر 3 على 2 R في هذه النقطة O فتحة، حول هذه النقطة تدور النقطة المادية، إذن ترسم دائرة حول المركز O فتحة. إحداثية أو فتحة هي صفر إكس صفر إيكغريك، ولكن زاد يساوي هذه القيمة. الشيء الثاني شعاع الموضع. شعاع الموضع هو من أو إلى مكان وجود نقطة المادية، أي نقطة على هذه الدائرة. هو يرسم مخروطا مركز قمته أو وحافته الدائرة التي ترسمها هذه النقطة المادية. ها هو بالرسم، ها كيف تدور النقطة M، تتبع هذا المسار الدائري نصف قطرة R على 2، وهذا هو نصف القطرة الانحناء، ها محسوب من النقطة التي توجد فيها النقطة المادية إلى مركز المسار، لا علاقة له بR هذا. إذن هذا هو المخروط الذي يرسمه شعاع الموضع، وما عليك إلا تخيل هذا وستجد أنه شيء بديهي. السؤال الرابع، ما طبيعة الحركة؟ نحن توصلنا إلى ماذا؟ أن المسار دائري، مسار النقطة المادية دائري. ثم وجدنا عبارة جاما أي تسارع. التسارع لم نجده ثابت ولم نجده معدوم، وإنما وجدناه تابع للزمن. إذن الحركة دائرية ولكن متغيرة التسارع، وهذا ما أشرنا إليه في درس سابق. إلى هنا تنتهي هذه الحصة، ونلتقي في الدرس القادم الذي سيكون الحركة النسبية، وهي آخر أنواع الحركات وآخر درس في علم الحركيات، معناها لو ديرني كور سور لا سينيماتيك. في جزئه الأول سنتعرف إلى عدة أشياء، منها تغيير المرجع، السرعة النسبية لمتحركين، مصطلحات ورموز، العلاقة بين الوضعين، العلاقة بين السرعتين، العلاقة بين التسارعين وتسارع كوريوليس. كل هذا سنكتشفه إن شاء الله في الدرس القادم. إلى ذلكم الحين أقول لكم أعانكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.